السلام عليكم استاذ هاني محمد كريم صحفي من اليوم السابع. ايوه يا فندم. حضرتك انا اتصلت بيك من شويه وقلت لي ان تعالى للمريض بنفسك، قلت لك ان في مريض جه في حادثه طوارئ. انا بقول لك صحفي في اليوم السابع. حضرتك بتاخد اذن الاول من العلاقات؟ انت قلت لي بعد اذنك انا جاي بمارس شغلي، قلت لي لازم يدفع 4000 جنيه الاول. حضرتك الكلام ده هيتم بره بعد اذنك. لا انا بصور المريض البيشنت، يعني اشيل اطلع بره. لو تكرمت الدكتور مدير الرعاية الطوارئ مانع التصوير. لو سمحت عليك ما تصورش حاجه. لا اصل دوت بعد اذن سيادتك ما تصورش حاجه. ما تصورش ليه؟ طيب ما تصورش ليه لو سمحت؟ طب تعالى يا شيخ بره، شيخ صورك بره. السلام عليكم. احكي لنا ايه اللي حصل مع ابنك واسمه واسمك. اسمه عمر محمد عبد المتعال. احنا جينا النهارده قبل صلاة الجمعة كده حصلت له حادث، عربية خبطته تقريبا حوالي الساعة 12 ونص تقريبا، وجينا على المستشفى قعدنا تقريبا بتاع ساعة بس عشان يعني عشان يعمل يكشفوا عليه ويعملوا أشعة تقريبا خلصت تقريبا حوالي واحدة واحدة ونص عملوا أشعة تقريبا، وبعد كده نزلنا تحت. بعد دلوقتي بتاع 3 ساعات وطلبوا حوالي 4000 جنيه. 6 ما نعرفش 4000 دول بتوعي بالظبط. 6 4 دي ال 24 ساعه الاولانيه انت متواجد هنا في معهد ناصر ومفيش حد، وطلبوا منك تدفع 4000 جنيه في حين ان وزاره الصحه سامحه لاي مريض انه يتعالج 24 ساعه مجانا طبقا لقرار وزير الصحه. طيب هل قابلت حد من المسؤولين في المستشفى؟ لا ما قابلتش حد. طب في حد قلت له انك انت مثلا ال 4000 جنيه كتار ومش قادر تدفعهم وقالوا لك ايه لما قلت كده؟ قابلت كلمنا الاول المحاسب، رئيس المحاسبه، اصروا ان احنا ندفع الاول والا الواد ما يطلعش في غرفه الحجز. شكرا ليك في اليوم السابع.